72 عربية جيب كتبوا اسم مصر بالإنجليزي في التجمع الخامس في حدث مهم جدا تحت اسم بايكر زون. كاميرا الجراج كانت موجودة هناك. ميملي شركة فينومينا هي من ساعة ما أنشأناها من 3 سنين هي ستارت اب جديدة، هي مهتمية بكل ما يخص الأوت دور والأدفنشر وألعاب المخاطرة والألعاب اللي ليها علاقة بالأندر جراوند سبورت أو زي ما احنا بنسميها الرياضات الحرة. في السنين الأخيرة انتشرت رياضات كتير جدا في كل العالم وبدأت تبقى موجودة في مصر، بس ما كانتش ظاهرة كفاية ولا كانت الناس تسمع عنها ولا تفاصيلها ولا تعرف تقابل الناس. نعمل حاجة تبقى زي بلاتفورم أو منصة تجمع كل الناس ديت على الأقل مرة في السنة، يقدروا يقابلوا بعض ويقدروا يتعرفوا على إيه اللي بيحصل جديد اللي يخص كل الرياضات. أنا بتكلم على كل حاجة بعجلتين، سكوترز، موتوسيكلات، عجل، بتكلم على ألعاب زي الباركور، الفري رانينج، بتكلم على حاجة زي الكابويرا، بتكلم على حاجة اسمها الرولر ديربي، دي لعبة للفيميلز على سكيتز، بتكلم على الأوف رود زي ما انتوا شايفين معايا هنا، بتكلم على ألعاب الرالي، بتكلم على الهايكنج، على الدايفنج، كل حاجة تخص الأدفنشر سبورتس. في البداية بحب أشكر برنامج جراج إن هو موجود معانا النهاردة في إيفنت بايكر زون. أبو غالي موتورز طبعا هو وكيل كي تي أم في مصر. طبعا كي تي أم ده موتوسيكلات بتناسب جميع الأعمار، وهي طبعا معروفة ومشهورة جدا إن هي أحسن موتوسيكلات أوف رود في العالم، وطبعا في منها ستريت بايكس وأدفنتشر بايكس. إحنا هنا موجودين عشان نعرض موتوسيكلاتنا ونعرض الأكسسوارز بتاعتها ونعرض الباور وير والباور جير، وكذلك نعرض الزيت بتاعنا. إحنا وكيل زيت موتوركس في مصر. زيت موتوركس ده طبعا بالنسبة للبايكس هو يعتبر أحسن زيت للبايكس في العالم. احنا جروب بايكرز، تأسس الجروب بتاعنا 2011. احنا جروب هدفنا نشر السيفتي والسيفتي ميجرز في البايكينج عموما وفي الكوميونيتي بتاع البايكرز. احنا موجودين النهاردة في بايكر زون، ده جزر بيتعمل كل سنة للبايكرز، وشور بنبقى انترستد ان احنا نبقى موجودين كل سنه فيه. عملنا فريق جزار رالي تيم كلنا بنات، دي اول مره من 4 سنين ندخل كلنا بنات، لان انا بسابق بقى لي 4 سنين كروس كونتري رالي. حققنا مراكز قبل كده انترناشنال وناشنال بالعربيه وبالموتوسيكل، والادج بتاعنا السنه دي ان احنا عرفنا اخيرا نعمل الفريق يبقى حتى الناس الصعب اللي ممكن تلاقيهم كبنات، تكنيكال مانجر، الكو بايلوت، الاسيستنت اون تراك، كل البنات. ناويين ندخل انترناشنال كمان اول يناير السنه الجديده، هنطلع اسبانيا بعدين موروكو، رالي كبير بينتهي في الاخر في السنغال، ده انتركونتيننتال رالي.